أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن باستمرار؟ التزام هذا لا يجوز، بدعة. أما أنه يقول بعض الأحيان أو بمناسبة كان يظهر له معنى آية من الآيات ثم يقول صدق الله، هذا لا بأس. أما أنه يتخذ عادة من أحكام التلاوة، لا، ليس من أحكام التلاوة أن يقال صدق الله في آخره، وإنما من أحكامها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل قل صدق الله العظيم، إنما هذا شيء أحدثه الناس. نعم.